والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب الخير جميعا. تحت العنوان Display the HREF Attribute of a Specific Link in the Document هنحاول نحكي في حلقة اليوم. حلقة اليوم بتقول لو أنا عايز أتحكم في ظهور الـ HREF بتاع لينك معين في المستند إزاي نظهر؟ تمام. طيب اوكي، انا عندي ايه؟ انا عندي اثنين لينكين في المستند. اللينك الاولاني بيكون بجوجل واللينك الثاني بيكون مربوط مثلا بتويتر. انا بقى عايز اتحكم في اني اظهر الريفرنس اللي هو الاتش ريفرنس ده او تويتر او اي عنصر موجود في الصفحه بآليه معينه. انا هحاول اظهرها دلوقتي من خلال الاري مثلا يعني. فايه انا عندي نفس القصه وهشتغل على نفس المثال بتاع مين؟ بتاع الاتش 1 يا جماعه. تمام. فهقول بيساوي انا اتش ام ال بيساوي انت عايز ايه؟ انا عايز انادي على المستند، مش انت عايز تظهر اللينكات الموجوده في المستند فتنادي على المستند دوت. عايز منه ايه؟ عايز اللينكات دوت لينكس. وبعدين هبتدي ايه في اللينكس؟ ممكن افتح الاري. تمام. وفي الاري انا لو كتبت مثلا زيرو يبقى انا عايز العنصر اول عنصر في اللينك اللي موجود في الدوكيمنت. تمام كده. اول عنصر ده اللي هو بيكون عباره عن ايه؟ اللي هو بيكون عباره عن جوجل. انت عايز منه ايه اول عنصر؟ دوت. عايز منه اتش ار اي اف، انا عايز الريفرنس بتاعه. فانا لو عملت كنترول اس ورحت هناك وعملت مثلا شو هيبتدي يظهر لي اتش ريفرنس بتاع العنصر الاولاني في الاري بتاعت اللينكات. نفس القصه لو انا غيرت مثلا الري ديت وخليتها واحد ورحت عامل كنترول اس ورجعت للدوكيومنت بتاعي وعملت شو هروح يظهر لي بتاع تويتر وهكذا. تمام كده. بنفس الترتيب اللي موجود في الدو هيبتدي يظهر لي العناصر ديت. المهاره الخاصه بازاي تعمل ديسبلاي الريفرنس بتاع سبيسيفيك لينك موجود على حسب ترتيب الري بتاعه. طبعا الموضوع ده اسمع من باب التمثيل بس مش اكتر. انت لو عايز تخلي القضيه اكثر تعقيدا وكومبليكيتد ممكن تلاقي لها طرق جدا كتير وطرق مختلفه ممكن من خلالها تنادي على عنصر معين موجود في الصفحه باستخدام تكنيكات البحث وغيرها من بره البيت. يا رب اكون وصلت للتوضيح المطلوب. لا تقصر التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.